يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو السر من فرضية رمضان، لعلكم تتقون. أيها الأعزاء، إن الإيمان سر بينك وبين الله، والتقوى سر بينك وبين الله. فانظروا إلى هذه الأسرار الثلاثة الموجودة في هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا، الإيمان سر في قلبك، والتقوى في القلب، والصيام سر بينك وبين الله. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأن أجزي به، لأن الإنسان يستطيع أن يراوغ وأن يتباهر بالصيام وهو كاذب. هذه من لطائف ما ذكر أهل العلم في هذه الآية بين الإيمان والتقوى والصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ ما قال لعلكم تعطشون، لعلكم تجوعون. كثير من الناس ظن أن هذا الشعر شعر الجوع والعطش والحرمان. ولذلك إذا نظرت إلى أسئلة السائلين، هذا يسأل عن الجماع في رمضان، وهذا يسأل عن شربة ماء، وهذا يسأل عن القبلة في رمضان، وآخر يقول أصبحت جنبا. أسئلة كلها حول المفطرات. لكن من الذي يقول لماذا كتب الله عليه شهر رمضان؟ كيف نصوم شهر رمضان؟ كيف نستفيد من شهر رمضان؟ ماذا نستفيد من الصيام ومن القيام؟ من ينتبه لهذه القضية إلا من وفقه الله؟ وقليل معه.